صباح الفل والورد والياسمين والجمال على كل الناس الحلوه. النهارده هنعمل مشروب مغذي جدا بيدي طاقه رهيبه وخاصه عند الاطفال، تمام؟ والاطفال محتاجينه فعلا. معايا هنا بلح اسمر تقريبا كده ربع كيلو، وهنا معايا كيلو لبن انا مروباه. هتجيبي كيلو اللبن تركنيه على الرخامه او تحطيه في فرن بوتاجاز وهي مطفيه 24 ساعه، اقل من 24 ساعه يعني، تابعي كده عشان بس ما يبوش منك، عشان درجه الحراره دلوقتي يعني احنا يعتبر اليومين دول حر، فتابعي تابعي الروبان بتاعه عشان ما يبوش منك. اول ما تحسي ان هو راب قومي، او راب يعني مش قوي يعني، عارفه ما تخلوش يقطع معاكي يبقى عامل زي الجبنه، قومي حطاه في الثلاجه وتستخدميه وقت ما تحبي، تمام؟ ولا هنعمل اي حاجه خالص. بصوا احنا هنعمل ايه بصراحه مش عايزه اقول لكم، مش عارفه الكاس باين ولا مش باين، بس مش مشكله اهو. هنحطه في الخلاط، هنحط البلح. بصوا بقى اللي عايز يحط سكر يحط، بس يستحسن يعني يستحسن انك تعمليه من غير سكر، خاصه لو هتديه لاولادك الصبح، علشان خاطر نسبه السكر دي بتعمل خمول وبتعمل همدان كبير جدا في الجسم. عشان كده انا دايما انصح اي حد ان هو حتى لو انت هتسقي اولادك قبل ما ينزلوا الصبح اي حاجه، يعني سكرها هيبقى خفيف جدا، يا يكاد ما فيهاش سكر اصلا يعني، خاصه العصائر الفريش، تمام؟ انا مش هحط عليه سكر، انا هضربه كده بس، انت براحتك برضو انت هتجربي. والله السكر بتاعه تمام، انت عايزه تزودي بعد كده براحتك زودي، تمام؟ بس انا بالنسبه لي انا مش هحط عليه سكر. الكميه دي هتعمل لك 4 مجات حلوين جدا، تمام؟ هنضربه واوريكم شكله عامل ازاي. رجعت لكم تاني هوريكم القوام بتاعه عامل ازاي لو عملتش المقادير دي مظبوطه، تمام؟ هو طبعا ممكن لاي حد بالنسبه له ان هو يبقى محتاج سكر، لكن بالنسبه لي انا مش محتاجه سكر. بصوا القوام، مش عايزه اقول لكم الطعم حكايه، بس يلا كده الفيديو بتاعنا بسيط وسهل جدا. ادي شكله النهائي، يلا اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.